بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بيكم في فيديو جديد فيديو النهارده شرح افضل خمس تطبيقات ولكن تابع الفيديو للنهاية لان التطبيق الرابع والثالث تطبيقات ممتازة جدا في تطبيقات النهارده 100% تعجبك لانهم تطبيقات خرافية بس قبل ما نبدا بتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد يا ريت تشارك الفيديو لاكبر عدد من اصحابك علشان الناس كلها تستفيد ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم الفيديو بلايك يلا بينا نبدا التطبيق الاول معانا التطبيق ده لو انت عايز تشوف فيديو وانت بتتصفح الفيسبوك او اليوتيوب او عايز تسمع موسيقى انت بتحبها عايز تسمعها مباشر بس مش عارف لان انت لو خرجت من التطبيق التطبيق هيقفل معاك يبقى مفيش غير التطبيق اللي معانا النهارده ده التطبيق ده بعد تحميله من متجر جوجل بلاي اللي هو التطبيق اللي امامك في الواجهه دي بعد تحميله من متجر جوجل بلاي بيتم الضغط عليه بعد ما تضغط على التطبيق كده بيفتح قدامك بالواجهه دي بعد كده نضغط على كلمه اوبن بعد كده بزر لو قدامنا بالواجهه الاماميه ديت نضغط على كلمه افضل اغاني مثلا ولا في افضل شرائط فيديو بس انا لك نضغط افضل اغاني بيخشنا لنا بالواجهه نضغط على اي فيديو من دول نضغط على كلمه حسنا علشان نفعل التطبيق ننزل على التطبيق تحت اهوت ونروح مديله الصلاحيه بعد كده نرجع تاني الى التطبيق تشغل بقى اي اغنيه من الاغاني اللي وليكن الاغنيه دي بتظهر لك بقى الفيديو ده بيظهر لك هنا في قائمه المساعده اللي فوق زي ما انت شايف حاجه رائعه جدا زي ما انت شايف تقدر تحركها في اي مكان وتسيبها في اي مكان في الشاشه اهي فزي ما انت شايف خرجنا بره تطبيق وهي شغاله زي ما هي عاده حاجة رائعه وحاجه ممتازه جدا وليكن عايز تفتحها تاني بتضغط عليها ضغطتين بتروح راجع لك لنفس الوجبة بتاعه الاغنيه لو هو عايز تشغل اغنيه تاني غيرها مثلا وليكن نضغط على دين شغالة بتشتغل عادي ونفس القائمه المنسدله زي ما انت شايف فوق حاجه رائعه وحاجه ممتازه جدا التطبيق حاجه فيها حاجه خرافه خلينا نغرق خالص كده ونشوف التطبيق خلينا نخش على اليوتيوب اهوت فتح معانا اليوتيوب عادي والتطبيق شغال زي ما هو مثلا عايزين نخش نشوف مثلا نخش على الصور مثلا وليكن نخش على الصور اهوت ونشوفها هتلاقي يفتح معاك الصور عادي زي ما انت شايف يروح فتح اهوت تروح معاك الصور عادي وتطبيق شغال فهو تطبيق رائع جدا عايز ترجع لتطبيق تاني بتضغط عليها ضغطتين بيروح مرجعنا للتطبيق هنا عايز توقف بتوقف لو عايز تروح بتروح شايلها ورميها في علامه الاكس تحت فهو حاجه خرافيه وحاجه رائعه جدا بتروح راجع تاني وعايز تشغل حاجه تانية غير لو انت عايز تبحث عن اي حاجه ممكن تبحث عنها من فوق من على العلامه من فوق اهوت من فوق زي ما انت شايف بتروح تبحث عنها من فوق اهوت بتروح ضاغط مثلا على اي حاجه انت عايز تبحث عنها وبتروح باحث عنها بطريقه رائعه وبطريقه سلسه بطريقه جميله جدا التطبيق اللي معانا بعد كده تطبيق ترند التطبيق ده هتحتاجه لو انت من النوع اللي بيحب يعرف اخر الاخبار او انت صاحب قناه يوتيوب او مدونه وعايز تعرف اخر الاخبار الترند علشان تبحث عنها او تكتب عنها مقال او تكتب عنها موضوع او تعمل لها فيديو بعد ما تنزل التطبيق ده من جوجل بلاي او من صندوق الوصف بتاعها تكون سيبلك لك رابطه بتاعها في صندوق الوصف بتاعها ضغطنا على التطبيق يفتح معانا بياخد ثواني وبيظهر قدامك كده زي ما انت شايف كده بروح ظهر لك بقى كل الحاجات الترند اللي انت شايفها وليكن احنا عايزين نختار البلد اللي احنا فيها على علشان يغير لنا اللغه زي ما انت شايف كده اللغه الانجليزيه عايز تخيل مثلا اللغه العربيه كلام حبيب انت باللغه الانجليزيه بتفضل سيب نغير مثلا نختار البلد بتاعتنا وليكن احنا مثلا جمهوريه مصر العربيه نشوف علم مصر ادي احنا غيرنا زي ما انت شايف كده ظهر لنا كل البث المباشر والرياضه والاخبار الترند <applause> لو انت عايز بس عن حاجه بتضغطها في سيرش هنا وتبعث عنها وتبتدي تظهر لك معاك او زي ما انت شايف هنا اهوت في حاجه جميله جدا بظهر لك كل الاخبار مثلا ريال مدريد الاسماعيلي الاهلي مباراه الاهلي الزمالك بس مباشر كل دي حاجات ترند لو انت عايز تقلل النتش مثلا عايز تقللها على قد ما تقدر اكتر حاجه فيها بحث او اكتر حاجه بتضغط ايه بتقللها من فوق من الخط اللي ده عايز تقلل اكتر بتقللها زي كده او تكبر عايز تكبرها تخليها كبير معاك نفس نفس الكلام نفس الكلام ظهرت لك اقل حاجه ظاهره معاك الاكتر ناس بتبعث عنها النهارده ايه بايرن مثلا ريم الغزالي موجه الصف الاول الثانوي زي كده فهو تطبيق ممتاز جدا التطبيق اللي معانا بعد كده هو تطبيق خاص جميع مباريات الكورة والتطبيق ده اللي هو دماغنا ديت بون سبورت التطبيق ده بعد ما تنزله من متجر جوجل بلاي او اكون سايب لك برضه رابط التحميل بتاعه في صندوق الوصف تضغط عليه تفتحه بعد ما يفتح باخد ثواني وبيحمل معاه بالظبط التطبيق اللي امام ديت بنضغط مثلا على كده زي ما انت عايز عايز تخليها لغه انجليزيه بتخليها عايز تخليها عربي بتضغط عليها باللغه العربيه بتحول معاك اللغه العربيه بعد كده نضغط على اختيار المفضل لدي تختار الكاس المفضل لك بقى من هنا دي كله او عايز تنس كورة كام للسلة بتاع كل الرياضات كل ده تبع الرياضات فهو تطبيق ممتاز جدا تقدر تستخدمه في هذا الكلام تقدر تستخدمه في الكلام ده اختار بقى مثلا الدوري اللي انت عايز تخليه كرة مثلا كرة قدم ان نختار كرة مثلا عايزين نختار مثلا ايه الدوري ابطال اوروبا مثلا لو عايز تختار حاجة تاني مثلا يا التنس نفس الكلام دي كره قدم مثلا نفس كده من اخترت عايز تختار التنس كره القدم آه رياضه ميكانيكيه كل اللي انت عايز تختار وبعد كده نضغط على التالي بعد بيقول لك كده اختار الدوري اللي انت حابب تتابعه وكل الاخبار الرياضيه اللي انت عايز حابب تجيلك لك منها بعد كده وليكن احنا عايزين نختار مثلا بايرن ميونخ بعد كده نضغط على التالي بعد كده بيقول لك انت اخترت كده ده اللي الاختيار سهلك مثلا نقول له التالي بعد كده ابدا استخدام الخدمه هنا بيبدا بقى بيظهر لك كل اللي انت عايز تبدا تشاهد الفيديوهات مثلا من هنا عايز البث مباشر من هنا بيبدا يوريك اللي انت عايز تشتغل عليه وبياخد ثواني وبيحمل معاك كل مباريات البث وكل فتره طول ما انت بتشغل النت معاك بعد لك اشعار مثلا بالفريق ده هيلعب يوم كذا الفريق ده هيلعب كذا الساعه كذا بعد لك جميع الاشعارات بجميع الفرق وجميع كل حاجه فهو زي ما انت شايف كده جميع البطولات وجميع الدوريات اهوت القنوات الاولمبيه على كل اللي انت عايز تشوفه من هنا اهوت تقدر تشوفها كل البث المباشر لدل الاتحاد الاولمبي كل اخبار عن الاتحاد الاولمبي في حاجه رائعه جدا زي ما انت شايف الرياضه الميكانيكيه اللي هي رياضه السيارات عندك نفس كره السله التنس ظهرت معنا كره القدم اما التطبيق اللي معانا بعد كده وده من افضل التطبيقات النهارده وده انا مش بمسحه من موبايلي وبستعمله على طول التطبيق ده اسمه تطبيق ايدج اكشن وده تقدر تفتح تطبيقات اللي بتحبها وتسجل منه وتشغل اي حاجه من خلال علامه بسيطه في جانب الشاشه بمجرد انك تسحبه من جانب الشاشه كده يروح فاتح معاك كل اللي ده فهو تطبيق رائع جدا بمعنى الكلمه تطبيق ممتاز جدا بعد تحميله من متجر جوجل بلاي بنضغط عليه بعد ما يحمل معانا بالطريقه دي بعد نضغط على نيكست 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 الثاني جو تو بعد كده بيظهر قدامنا بالمنظر ده بيقول لك اختار اللي انت عايز تختاره انت مش تختار اي حاجه هو تطبيق كده تفعل لوحده وتروح تخرج منه خالص بتلاقيه علامه ظاهره قدامك كده في جنب الشاشه تروح ساحبها بيظهر لك قدامنا كده خلينا مثلا انا عايز اغير الايقونات دي بروح ظاهر لك بالايقونات دي شوف كل اللي انت شايفه هنا زي ما انا قلت لك التقويم كمان اهوت زي ما انت كل اللي انت شافه الاله الحاسبه تقدر تسحب الاله الحاسبه من هنا من غير ما تروح للتطبيق وتتعب نفسك تطبيق كل ده كل اللي انت نفسك فيه عندك نفس الطريقه اللي شعارات من فوق الصوت كل الصوت التدوير الاضاءه كل اللي نفسك فيه من هنا مع تقويم مع كل حاجه الاله الحاسبه تقدر زي ما انا قلت تقدر تضيف الصوت هنا تسجيل تقدر تعمل زي غير الايقونات دي بروح ضغطنا على علامه الترس اللي فوق ديت بيبدأ يظهر لنا التطبيقات كل التطبيقات اللي عندنا هنا في جنب الشاشه هنا تخلينا عايز نغيرها بروح مثلا وليكن عايز احط تطبيق اروح مثلا مسح التطبيق ده اروح مسحه كده واروح محدد على التطبيق ده بيروح نازل لي بعد كده رايح ايه جو بروح نازله معانا ايه وكونكشن اوف اوكي بروح متحدد معانا بنخرج بره خالص نسحب التطبيق تاني بتلاقيها نزلت معاك زي ما انت شايف كده فهو تطبيق رائع رائع بمعنى الكلام اخر تطبيق معانا النهارده هو تطبيق لانشر وهو تطبيق مميز جدا وعجبني وفي تطبيق لانشر تاني انا شرحه فيه مميز جدا هتلاقي الفيديو في صندوق الوصف تحت انزل اتفرج عليه وشوفه التطبيق اللي معانا ده مميز برضه ولكن ده فيه مميزات رائعه ايضا بعد تحميل التطبيق ده من متجر جوجل بلاي او من صندوق الوصف تحت بنضغط عليه بيروح فاتح معانا بالواجهه الاماميه ديت يبدا دي يحول لك الشاشه زي ما انت شايف كده وبعد كده بنضغط زائد يقول لك بتنزل هنا بقى تحت عشان ايه يقول لك فعل التطبيق نضغط هنا عشان فعل تطبيق وندي التطبيق الصلاحيه بيبدا يظهر لك التطبيق ده بالمنظر ده كده على الشاشه بتاعتك لو جيت تضغط في النص كده التطبيق خرج معاك بره بيظهر لك كل حاجه في التطبيق اهو كده التطبيق احنا دي الشاشه الرئيسيه بتاعتنا بعد كده لو عايز تشوف الاعدادات الاعدادات بتظهر لك هنا في, طيب في قائمه جميله جدا هي قائمه رائعه تفضل تلف كده زي ما انت عايز في حاجه رائعه جدا 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 طب انت لو عايز تفصل التطبيق ده لانه بيبقى فيه صعوبه في طيب فصلانه فحبيت ان انا اشاركك في صالون نبدا تخش على الاعدادات نخش على اعداد التطبيق بعد كده قائمه التطبيقات بعد كده نبحث عن التطبيق ونشوفه فيه بنروح ضاغطين على التطبيق نشوفه بعد كده نخش على ساعه التخزين بنروح عاملين مسح بيانات بعد كده نرجع نزل تحت على فتح حساب اعدادات افتراضيه بعد كده محو اعدادات التلقائي بنروح محيي برا ترجع تاني تلاقي الواجهه الاساسيه بتاعت التطبيق اللي كده تطبيق خرج عايز تفعل تطبيق تاني بتفعله وهو تطبيق رائع جدا حبيت اشاركه معاكم النهارده ودي كانت كل حاجه مع النهارده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لاكبر عدد من اصحابك علشان كل الناس تستفيد ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه يا ريت تشترك بننزل فيديوهات جميله جدا تطبيقات واسعار موبايلات واشياء جميله جدا تقدر تلاقي تنزل تلف لفه في القناه وتشوف الدنيا فيها فاحنا بنقدم حاجات رائعه جدا على القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Fucking truck!